بسم الله الرحمن الرحيم. قامت سرية محمد الفاتح في تاريخ 25/4/2013 التابع لكتيبة الشهيد سعد الدين يوسفان بتأمين انشقاق المساعد أول محمد طلفاح. عرف عن نفسك. أنا المساعد أول محمد أيوب طلفاح من مرتبات فرع مخابرات حماة. أعلن انشقاقي عن الجيش الأسد وانضمامي إلى الجيش الحر لما ارتكبه من مجازر بحق المدنيين في مدينة حماة، وهذه هويتي. تكبير، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.